تكفى. يعوني الله. يا إلهي يا الجيم. موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم VSL. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد. قبل ما ابدا المقطع شكرا لكم على الدعم، دعم جدا رهيب، الله يسعدكم جميعا على الدعم. يا ريت ما تقصروا في هذا المقطع، لايك اشتراك، كود الايتم شوب VSL، موقع روكت ليج اكستشينج، كود الخصم اللي فيه VSL نفس كود الايتم شوب. يعني ادري اني اشغلتكم كود الايتم شوب بس ما حطوا له 900 مشاهدات، حوالي 100,000 80,000 فوق 50,000 والكل يحط، يعني يكون شاكر لكم. ادري طولت عليكم فخلونا نبدا في المقطع. انا قد فتحت باكيجات روكت ليج الحقيقيه، سيارات حقيقيه لسيارات روكت ليج. تشوفون هذا الدولاب اللي هنا، لو في اضاءه كان وضح اكثر، هذه السيارات حقت روكت ليج. الصوره طالعه قدامكم على الشاشه، 20 سياره اوكي، فراح نختار من 1 الى 20 راندوم. اللي يجي معنا راح نسوي نفسه في روكت ليج وراح نلعب في السياره هذه، راح نلعب نفس الشكل ونفس كل شيء. راح العب 5 جيم 2v2، اذا خسرت 3 جيم من الخمسه راح يكون في جيف واي لكم، اذا فزت 3 وخسرت 2 ما راح يكون في اي جيف واي، فلازم الخساره تتعدى الفوز. ان شاء الله فهمتوا، وخلونا نشوف وش يطلعنا من 1 الى 20 من الارقام. طيب الحين راح نختار من 1 الى 20، مثل ما تشوفون كتبت 1 الى 20، فنسوي اللي هو سيرش، وعطانا رقم 1. رقم 1 راح يكون السيارات اللي قدام، لو تشوفون الصورة نبدأ كذا من 1 إلى آخر الأرقام إلى 20، راح أشوف السيارة رقم 1 وراح أسوي زيها في روكت ليج. طيب مثل ما تشوفون هذه هي السيارة، سويناها كل شيء، هنا بعد موجودة، لونا نسوي كذا، هذه وتلاحظون هنا أوكتين مع الخطوط هذه، بس اللون راح نعدل الحين. لعبت جيم الأمانة قبل شوي وفزت فيه وكل شيء، لكن صار في مشكلة في صوت اللعبة، اعذروني على المشكلة هذه ونعوضكم بقيم غيرها، حتى لو نخسر من المشكلة. اتوقع اقرب لون لها هذا. هذه السيارة جاهزة، السيارة الموجودة هنا، هذه قدامكم هنا. بسم الله خلونا نلعب، ويا رب يا كريم يا رب يا كريم ان الاقيام تكون جميلة. طبعا قبل شوي صورت اقيام وكل شيء، لكن تصوير خرب للاسف. انا ما ادري في حظ اليوم، امس اقيام نفوز 3 ما يصير في جيف واي، نفوز 2 بس من 5 راح يكون في جيف واي على سناب شات، فتابعني على سناب شات، بين فترة وفترة باذن الله بحط اكواد زي كذا. طبعا طريقة الاكواد بكل بساطة، أول ما تاخذ الكود تروح على موقع روكت ليج اكستشينج، طبعا لازم يكون عندك حساب، تضغط على الزائد هذا، وبعدين يطلع لك هذه الصفحة، بعد ما تحط الكود هنا سو او اضغط ريديم هذه، بعدها راح يكون هنا المبلغ اللي شحنته، فاذا انت اخذت الكود من سناب شات ولحقت وحطيته هنا احتمال انك تاخذ 5 دولار على كل كود. انا راح انزل اكواد كثير الى 50 دولار تقريبا، فكل ما لحقت على الاكواد حاول انك تعبيها بسرعه لان الاستخدام لمره واحده بس، فاذا استخدمها غيرك وجيت تستخدمها ما راح تقدر تشحنها، فمن سبق لبق. يلا بسم الله ويا رب ان الخوي كويس يا رب. طلعنا هدفين من بدايتها، حلو حلو. وقف، انا ايش اسوي بحياتي؟ يا اخي تكفى ركز، تكفى يا اخوي ركز، بس شوي، ما ابغى منك اي شيء الا التركيز. حلو. اوكي. قوي. اوه والله ابغى يصدها. يا ساتر. يا عيني. والله اني قايل لكم لو ركز خوينا شوي فزنا. نايس شوت والله. نايس شوت. ايه من اول تكفى من اول ركز. عيني يا خوي. بلكها ولا ايش؟ اي والله بلكها نايس والله العظيم اقسم بالله يمدينا نفوز يعني يا اخوي. اوكي يوه والله قريب. لا 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 مو بهدف تكفى. تكفى طقه ثانيه. تكفى. يا ساتر الجيم الاول اكس، روح على الجيم الثاني. حلوة. بيجيب هدف.
الله الله ضبطناها والله. هدف؟ لا لا مو هدف. عيني عطى ثانية. اوف كلوز. يا عيني يا رب يا كريم ان نستمر على كذا ويطقون زي كذا ويتصدموا بعض لانهم اخويا يعني بارتي لكن ما ادري ايش جايهم. تكفى يا خوي. اوه القهر. انا جبت العيد وقمت اصدم واصدم واصدم. خوينا خش خش خايز الله يهديه. اسمع لي تكفى روح يا خوي تكفى روح. اي من اول تكفى والله والله صديتها بس على العارضه. لك يا خوي كملها نايس بس انشب لهم. معك بوس ما معك انشب. ايوه روح روح. اي جي الله جيم جميل لطيف خفيف. بسم الله. ايوه يا خوي روح شوت. اهم شيء انك تخرب عليهم. خرب ايه يا عيني. ما كنت اسوي بس اوكي. بيطقها عطى عطى خير حلوه. والله خوي ذاك كويس اقسم بالله من بدايته اشوف انه كويس. ان شاء الله انه يستمر على كذا. يا عيني ودي يطلع البوست. جيم ثاني باب الخسارة دي. اتبقى لدينا بقينا جيمين نخسر واحد فيها جي جي. الحين بندخل الجيم الفاصل. هو مو بجيم فاصل بس اذا خسرنا هذا الجيم على طول بنزل لكم اكواد في سناب شات بدون اي شروط. بنزلها في ستوري او ان نفوز في الجيمين الجاية وبكذا ما يصير في اي جيف اوي. هذول كلان والله عين. معي واحد اسمه ميلان. طلع انه يكون كويس بس. الو لا 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 ما تشطف الشطف الله يسعدك. لا ما ابغى ابلك زي كذا والله ما ابغى. يعني روح روح تكفى تكفى الله عليك. يا ساتر لا عرض ثاني كريت بوس. يا عيني يا شيخ الله شكرا يا ميلان الله يستر. يا عيني خوي هوب. يا ساتر كيف صد هذا الله كيف صدها. اعوذ بالله. لعب لا لا والله يا شفت كيف طق الكرة ثم رجعت. ما ادري شو الوضع انا. يا ساتر يا عيني يا خوي والله رجال. يوه يا عيني. اوكي يس الحين لو فوز هذا الجيم خلاص يصير 2-2 خسارتين فوزين. جي 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 والله ما توقعت. يلا نلعب الجيم الاخير. اجربك تك. يلا يا خوي افا ما معك بوست. علي ملي ارجع ارجع تك ارجع. اوف اوكي اوكي كلوز كلوز حلوة. يعني هذا اللي فاهم. تكفى تكفى الله عليك يا عمري يا شيخ والله جربت اثنين جامدة. تكفى يا خوي
عيني عيني والله لو يسوون فرفت اقسم بالله بيطلع مقطع خرافي. لا 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 والله جابوا جول جامد. هاي تهورت فيها ابغى يطق هاي شيء ما طقه ثاني على بالي دبل تاتش. اوكي تكفى يا خوي. تكفى يا عيني. ابغى بوست اقسم بالله بس ابغى بوست. تكفى يا خوي. كنت اتمنى انسحاب لكن اللي قاعد يصير ما اتوقع صراحه. اوف 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 يا ساتر. جول يوس اقطع ام الهدف. حطيت حط ساتر الحطه. يو 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 والله جيم حامي حامي مره. تكفى يا خوي انت تستطيع. والله نكبته بالسيلينج اللي سويته بس هو كان ياخذ البوست اللي قدام المفروض انه يرجع ورا لكن ما عليه. جي جي. اوه طقه ثانيه. اوه الشوت الغبيه يا ساتر. بلوك وش ذا. اه يا النطه الخايسه. لو لو والله نطيت نطه خايسه. اعطي ذا الهدف غلطي والله. والله ما انسحب. تكفى يا خوي. يا عيني الشوطه يا عيني الشوطه يا عيني الشوطه. نايس شوت الحمد لله اني ابثرت. يلا وش الحركه هذه. لا ما تخش معي ما تخش معي كل شيء. الله يسعد وجهك. انا غلطان اني انط بس ما كان بتطق الكوره فطقني. كلكم على خير ان شاء الله. الاكواد بتكون في سناب شات ما يحتاج تقول اي شيء. بنزلها في ستوري كذا بعد يوم من نزول المقطع بتنزل لكم 5 اكواد ومن بكره بتنزل لكم 5 اكواد. يعطيكم العافيه على المشاهده. ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع ونراكم على خير في امان الله. السلام.